حبيبي اشوف لك شاي اخضر ولا عادي؟ شاي عادي يا عمري. مين يا خلود؟ ما حد يرد، شكله قطع الخط. صدقت يا مغفل؟ طبعا ما حد يقدر يتكلم حي من القلب قدامك، هذه اكيد اشاره بينه وبينه. ليش بيتصل اذا ما بيرد؟ والله ما حد بيرد، ايش ذنبي انا؟ دي بتستغفرك، شفت كيف ارتبكت اول ما واجهتها؟ ها؟ قل لي، ايش معنى بيتصل بالغرض لما ترجع بدري من الدوام؟ ها؟ فتح عينك، خليك رجال. ما حد بيرد ولا هذه اشارة بينك وبين حبيب القلب؟ يعني صادفت انه يتصل احد بالغلط لما ارجع بدري من الدوام؟ يا سلام، وليش ما تكون هذه حبيبة القلب؟ ولما سمعت صوتي قفلت السماعة. وانا ايش دريني انت فين تسهر لنساس الليالي؟ كل يوم تقول لي معزوم معزوم عند اصحابي. انا دحين عرفت ليش كل ما اتصل من الدوام الاقي الخط مشغول. انت تشك فيا؟ واذا ما انت واثق فيا تزوجني ليه؟ طلقني يا اخي، طلقني دحين، طلقني طلقني. انت تهدديني؟ انت طالق وفي 60 ده. أصلاً ما كانوا ينفعل بعض. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً.